نناقش الموضوع بتفصيل أكثر مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد السلام المانع، وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية. مرحبا أستاذ عبد السلام، حياك الله. الله يحييك سلمك. ما يحتاج حملة شفناها في الشوارع ولفت نظرنا اسمها، لكن ما يحتاج إيش؟ هي الحقيقة يعني سلسلة من الإصلاحات حبينا أنها تكون إيجابية. جميل. بينا نقول ما يحتاج وبعدين نحط من بعدها إيش الإصلاح اللي إحنا سويناه علشان يكون يعني ممارسة العمل التجاري والبدء فيه تكون أسهل وأسرع. هذه يعني باختصار سريع. كيف راح يكون أسهل أستاذ عبد السلام؟ في السابق كان الشخص عشان يجي ينشأ شركة يعني في كثير من الخطوات كانت محتاجها. جميل. الآن اختصرنا كثير منها. فيعني على سبيل المثال في زمان كان في موافقة ولي الأمر بالنسبة للمرأة، الآن ما يحتاج موافقة ولي الأمر. كذلك في السابق كان الواحد لازم يحجز الاسم للشركة، الآن الحجز صار فوري، تدخل على الإنترنت وتدخل على الموقع وتحط الاسم اللي تبغاه ومباشرة يتم الموافقة عليه لأنه كمبيوترايزد يعني عن طريق النظام. جميل. سابقا كنا مضطرين نراجع العقد، الآن المراجعة العقد تتم بشكل آلي. كذلك توثيق العقد عند كاتب العدل، الآن عن طريق رسائل أبشر تجيك الرسالة تحطها، وكذلك يعني ما يحتاج تزور كاتب العدل. جميل. ففي كثير حتى يعني المبالغ دفع الرسوم الآن يعني أتحناها بطريقة إلكترونية حتى عن طريق الفيزا والماستر كارد. جميل. ففي كثير من الأمور يعني صارت فعلا ما يحتاج أنك تسويها علشان تقلل المدة اللي أنت محتاجها لاستخراج سجلك التجاري كشركة. جميل. ذكرت أستاذ عبد السلام أنه في من خلال حتى وزارة العدل أبشر، يعني في جهات ذات علاقة. نعم. دخلت. نعم. معكم في العمل. نعم. مين الجهات؟ كيف كان العمل؟ العمل الحقيقة بالعكس يعني جدا فيه الحمد لله توافق بشكل كبير ما بين كل الجهات وتعاون شديد. الجهات اللي داخلة معنا وزارة الداخلية أبشر، وزارة العدل، وزارة العمل، الزكاة والدخل، كذلك بريد واصل. الآن حتى بريد واصل أصبح مجاني للسنة الأولى. جميل. للشركات يعني كثير الحقيقة من الإصلاحات. حنا جمعنا تقريبا 15 إصلاح حطيناها مع بعض في حملة قلنا ما يحتاج، والقادم إن شاء الله أفضل بإذن الله. جميل. ورشة عمل، يعني أنا من كلامك فهمت أنه كل مؤسسات البلد صارت في ورشة عمل. نعم معكم. نعم الحمد لله في لجنة يرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار، لجنة سميناها تيسير أو يعني تحت اسم تيسير، ترجع لجنة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تضم تقريبا فيها تقريبا 40 جهة حكومية وتجتمع بشكل أسبوعي وتتابع إصلاحات، ما هو بس على العبد العمل التجاري، على إصلاحات من جميع الجوانب. احنا يمكن أطلقنا ما يحتاج لبدء العمل التجاري ولكن الجميع يعمل. ومن تحت اللجنة هذه في لجان فرعية، أنا أتكلم على بدء العمل التجاري، هي واحدة من اللجان الفرعية من لجنة تيسير. جميل. أعزائي المشاهدين نشوف أهداف حملة ما يحتاج ثم نواصل حديثنا. أستاذ عبد السلام، أنت ذكرت أنه في لجنة تنفيذية لتحسين الأعمال رأسها. نعم. معالي وزير التجارة ميراس، نبغى نعرف إيش دور اللجنة، إيش أهدافها؟ هو ميراس هي يعني مركز خدمة موحد أطلق من لجنة تيسير. كذلك الفكرة فيه أنه نحاول نجمع كل الجهات تحت سقف واحد. جميل. في مكان واحد، ولن نكتفي فقط بأنه يكون مكاني، لا حيكون برضو إلكتروني. فمنصة ميراس حتضم كل الجهات تحت منصة واحدة إلكترونية لتسهيل إجراءات الأعمال، ما هو بس في بدء العمل التجاري إنما لكل شيء بإذن الله. يعني العمل التجاري صاحب العمل ممكن تسهل إجراءاته من خلال ميراس. نعم. جميل. نعم. مثل إيش؟ حاليا احنا بادئين في بدء العمل التجاري. وبإذن الله يعني الجهات الأخرى قاعدة تنضم لنا. بدأنا في البلديات، الآن تقدر تستخرج سجل، عفوا بعد السجل التجاري تستخرج الرخصة بشكل مباشر عن طريق ميراس.
بإذن الله يعني بقية الجهات بتدخل معانا، العمل، الزكاة، في جهات أخرى كثيرة، كذلك استخراج تراخيص البناء والكهرب وغيرها. جميل، يعني باقي للشباب فقط يشدون الهمة ويبدون مؤسساتهم وشركاتهم. بإذن الله، احنا دائما نقول انه المراحل العمل التجاري يمر في ثلاث مراحل، مرحلة ما قبل التأسيس وهذه مرحلة التخطيط ودراسة الجدوى، مرحلة الاستخراج السجل التجاري والكيان التجاري، ومرحلة الممارسة، ممارسة العمل التجاري بعد ما يتكون. ما قبل تكوين الاسم التجاري والهوية التجارية يعني يظل هذا في جهات تساعد، عندنا من ضمن الجهات اللي متعاونة معنا طبعا هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تساعد كثير في كيف تبني، تحط الخطة واستراتيجية حقت الشركة. وبعدين احنا الحمد لله سهلنا بدء العمل التجاري، كيف انك تطلع هويتك التجارية بكل سهولة. وبعد ذلك بيجيك يعني في امور ثانية مثل كيف احصل على قرض، كيف استفيد من بعض يعني كونسلتنت يكون عندي مثلا خبراء في التسويق، خبراء كذا، هذه كلها. ففي عندنا عدة مراحل وبإذن الله أنا بنغطيها كلها، ولكن احنا يعني نبدأ بالشيء الجاهز الآن، وبإذن الله بس يشدون معنا حيلهم الشباب بإذن الله إن شاء الله. إيش خططكم المستقبلية؟ يشدون حيلهم في إيش بالضبط؟ يشدون حيلهم في الجدية في العمل، اللي قادر أنه يأسس شركة الله يحييه، واللي ما هو قادر أنه يأسس شركة اللي بيأسس بإذن الله أنه بيتوظف عنده بيشتغل معه. طيب اللي ما هو قادر عنده عوائق، وين نقدر نخليه يروح يساعد تساعده، ولا يعني نزيل هذه العوائق اللي العوائق الحقيقة يعني فيه يمكن أحسن منصة هي هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة. احنا دائما نقول رواد الأعمال بيبدون صغار، فالهيئة حطت لهم منصة كبيرة يقدرون يساعدوا يعني تساعدهم إما بالمشورة أو حتى بالعمل. أنا نسيت أذكر قبل شوي إنه هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة يعني وصلت لمرحلة إنه صارت تسترد الرسوم اللي تدفعها حتى في تأسيس الشركة، وبالناحية العمالة تسترد إلى 80% من رسوم العمالة. هذه كلها محفزات للشباب إنهم يفتحون شركات ويبدون يشتغلون بإذن الله في أعمالهم التجارية. جميل، أتمنى يعني إنه شبابنا فيهم الخير والبركة ومتحفزين. فيهم الخير بإذن الله، وأنتم فيكم الخير والبركة بجهودكم في تسهيل هذا العمل، يعطيكم ألف عافية. سؤالي الأخير أستاذ عبد السلام، الحملة في أسبوعها الثاني إلى متى ستستمر، وكيف حتى الآن كيف ردود الأفعال؟ والله الحمد لله ردود الأفعال كانت جدا رائعة، يعني لا بالاتصالات ولا حتى على تويتر ولا يعني بالعكس، الناس شايفين كانوا بالأول مستغربين إيش ما يحتاج، لما بدأت الرسائل تطلع يعني الحمد لله كانت الردود إيجابية. يمكن من أكثر الناس اللي لاحظنا أنهم يعني كانوا اللي هم النساء، كيف أنه ما يحتاج أنه والله موافقة للأمر. وإحنا ما نقول بس هذه، نقول للجميع الحقيقة أنه يعني تحتاج جرأة، تحتاج أن الواحد يخطي خطوة ويبدأ إن شاء الله بعمل التجاري بشكل مباشر بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد السلام المانع، وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية، شكرا لحضورك معنا في الاستديو الإخبارية. الله يحييك.